السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم أحسن الله إليك، أحد المضافين يرسل رسالة مكتوبة على الخاص ويقول: اسألنا الشيخ حفظه الله، ما حكم أن الشاب تراسله شابة بقصد تعليمها الخط لمدة شهر أو أقل أو أكثر، ترسل له ما كتبت ويصحح لها ويبين لها، مع أن هذا السائل يقول أنه لا يرضى هذا لابنته ولا لأخته ولا لزوجته؟ قال: ولكن الفتوى العلماء. فما توجيهكم وما رأيكم أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الأسلم له ألا يفعل ذلك، لا سيما وأن هذا التعليم ليس في ضرورة ولا في حاجة ملحة، وإنما هو تعليم الخط فقط، ولا أظنها هي لا تعرف الكتابة، وإنما هو يريد أن يعلمها جمال الخط وأصول الخط العربي. فبما أنها فتاة فإني أخشى على صاحبنا وعليها من النهاية التي لا تحمد عقباها، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وهذه المراسلات التي تكون بينه وبينها، لا سيما وأن الأعم الأغلب أنها تكون لوحدها وهو لوحده، فإني أخشى أن تكون نهاياتها أليمة. فبما أنه ليس في العلم الضروري ولا في الحاجي، فلأسلم له ألا يفعل ذلك، وفقنا الله وإياه. وأظنه إن شاء الله سوف يستجيب لطلبي من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي أهيب به هذا الرجل أن يقطع التواصل مع هذه المرأة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حفظكم الله، هل يجوز استعمال اللفظ رضي الله عنه لواحد ليس من الصحابة رضوان الله عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: نعم، يجوز ذلك دعاء لا إخبارا. فيجوز أن نقول فلان ولو من غير الصحابة ونقول بعده رضي الله عنه، لكنها ليست من باب الإخبار، لأن رضا الله عن العبد لا بد فيه من دليل، لأنه غيبي، والمتقرر في القواعد أن ما كان غيبيا فيكون توقيفيا. فإذا أطلقنا قولنا رضي الله عنه لغير الصحابة، فلنستشعر في قلوبنا أنه من باب الدعاء. وأما إذا ذكرنا أحد الصحابة فإننا نقول رضي الله عنه إخبارا. فإذا كلمة رضي الله عنه تقال في حق الصحابة إخبارا، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات إلى آخره. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي آيات كثيرة يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كلمة رضي الله عنه تقال في حق الصحابة إخبارا، وتقال في حق غيرهم دعاء، والله أعلم. أحسن الله إليك، من لم يجد متسع من الوقت ليصلي الصلاة النافلة حتى يصلي للاستخارة وحتى يدعو للاستخارة، فهل يجزئه أن يدعو بالاستخارة من غير صلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا كان الإنسان لا يجد متسعا من الوقت لصلاة الاستخارة ورفع يديه ودعا الله عز وجل بدعاء الاستخارة بلا صلاة، فيرجى إن شاء الله له الاستجابة، لكن الأفضل أن يطبق السنة كاملة، حتى وإن ضاق عليه الوقت في وقت نهي في أمر يفوت إذا لم يستخر الآن، فإن صلاة الاستخارة في هذه الحالة تعتبر من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها ولو في وقت النهي، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. لكن إذا لم يستطع الإنسان بتاتا أن يصلي في أمر يحتاج أن يستخير له الآن ولا يستطيع أن يصلي، فإنه وإن سقط بعض السنة وهي الصلاة، إلا أنه يبقى له فسحة من الدعاء، فيدعو بدعاء الاستخارة ولو في غير صلاة، ويرجى له الاستجابة مع صلاح النية والقصد، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، من السنة رفع اليدين عند التكبير في الصلاة في موضع اللي هو القيام من الركعة الثالثة،
لكن هل يكون القيام الركعة الثالثة؟ بعضهم يقول عند القيام من التشهد الأول، أحيانا ما يكون قيام التشهد الأول، يكون تشهد ثاني أو كذا، ما الضابط؟ هل يرفع يديه عند قيام الركعة الثالثة على أي حال، أو قيام من التشهد الثاني على أي حال، أو ماذا؟ الحمد لله، السنة أن يرفع الإنسان يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه في قيامه من التشهد الأول باعتبار عدد ركعات صلاته هو. فمتى ما جاء وقت التشهد الأول أو وقت قيامه من التشهد الأول باعتبار عدد ركعاته هو، وإن كان مسبوقا ببعض الركعات وجلس للتشهد من باب موافقة الإمام، ولكن لا يسمى جلوسه هذا تشهدا أول، فإنه لا يسن له أن يرفع يديه في هذه التشهدات التي لا تعتبر تشهدا أول في صلاته هو. لكن متى ما جاء زمن قيامه من تشهده الأول باعتبار ركعات صلاته هو، فحينئذ هذا الرفع هو الذي يسن أن يرفع الإنسان فيه يديه إلى حيال أذنيه أو إلى حذو منكبيه. ولعلك فهمت، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، لماذا نسبت الحنيفية لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع العلم أن قبله نوح وآدم؟ والسؤال الثاني، قول جبير بن مطعم عندما سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، مع أن المشركين مقرين بالربوبية، فكيف يعني تأثر مع إقراره بالربوبية؟ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، أما بالنسبة لسؤالك الأول، فإن المتقرر في قواعد الأصول أن مفهوم اللقب ليس بحجة. فقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فهذه الأوصاف المقيدة بإبراهيم لا تعتبر تقييدا يفهم منه مفهوم مخالفة، يعني أن غيره من الأنبياء ليس قانتا ولا بأمة ولا بحنيف، لأن هذا يسميه الأصوليون مفهوم لقب، كقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول. فهل يفهم من هذا أن من قبله ليس برسول؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب المناسبة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر التوحيد إظهارا لا مزيد عليه، فناسب في هذه الآيات أن يوصف بأنه حنيف. فوصف إبراهيم بأنه أمة لا ينافي أن يكون نوح أمة، ووصف إبراهيم بأنه قانت لله عز وجل لا يتنافى مع وصف من قبله من الأنبياء ومن بعده من الأنبياء أيضا بأنهم قانتون لله، ووصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف لا يتنافى مع وصف من قبله ومن بعده من الأنبياء بأنهم أيضا من سادات الحنفاء، لأن هذا أي تلك الصفات الواردة بعد ذكر اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، بمعنى إن قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لا تفهم منه مفهوم مخالفة، وإنما تفهم منه الإثبات فقط لا النفي عن غيره، هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. ولعلك فهمت جواب السؤال الأول. وأما جواب السؤال الثاني، فإن الله عز وجل هو الذي يوقظ القلوب عند سماع الشيء الذي يريد الله عز وجل أن يكون هذا الشيء سببا لهدايتها، فالمشركون وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا إجماليا عاما، إلا أن الله عز وجل أراد أن يشرح صدر جبير بن مطعم عند سماع هذه الآية لتكون سببا لهدايته. فالمشركون وإن أقروا بها إقرارا عاما، إلا أنه ليس إقرارا كاملا، ولما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وافق أن الله عز وجل قد شرح صدره ليقر بمدلول الربوبية الإقرار الكامل، فهذا اصطفاء واختيار من الله عز وجل، هذا اصطفاء واختيار من الله. فربما يسمع الإنسان كثيرا من الآيات ولا تقر في قلبه إقرار تسليم أو إقرار قبول وامتثال، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يشرح صدره في زمن من الأزمنة فيسمع تلك الآيات التي لم تكن تطرق قلبه بسياط الموعظة وزجرها، ثم إذا أراد الله عز وجل أن يشرح صدره سمعها فاستجاب قلبه لها. فإذا نعم، كان المشركون مقرون بتوحيد الربوبية ولا شك، ولكن على قلوب غافلة، فأراد الله عز وجل من قلب جبير بن مطعم أن ينشرح الآن، فانشرح صدره فوافق انشراح الصدر سماع هذه الآيات،
من النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سببا لهدايته. فإذن لا تنظر إلى الآية بنفسها، ولكن انظر إلى توفيق الله عز وجل بانشراح صدر جبير، فصار سماعه مع انشراح صدره لهذه الآية ليس كسماعه لكثير من الآيات التي كان يسمعها قبل إرادة الله عز وجل أن ينشرح صدره. ولعلك فهمت، والله أعلم.